بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء وبناتي طلبة طلاب الصف السادس الابتدائي، أهلا بكم مع درس جديد من دروس القواعد النحوية، وهو درس بعنوان إن وأخواتها. درسنا اليوم بيتحدث عن الأحرف الناسخة وهي إن وأخواتها. ما هي إن وأخواتها؟ تعريفها: إن وأخواتها هي حروف ناسخة تدخل على الجملة الإسمية وتنصب المبتدأ ويسمى اسمها، ويبقى الخبر مرفوعا ويسمى خبرها. إذن فإن وأخواتها هي حروف ناسخة، هذه الحروف تدخل على الجملة الإسمية فتنسخ عملها ويصبح المبتدأ اسم إن منصوبا والخبر خبر إن مرفوعا، وهكذا سميت إن بأنها حروف ناسخة لأنها تنسخ عمل الجملة الإسمية. قبل الشروع في الحديث عن إن وأخواتها، لابد من معرفة مكونات الجملة الإسمية. الجملة الإسمية هي الجملة التي تبدأ باسم، وتتكون الجملة الإسمية من ركنين أساسيين هما المبتدأ والخبر. يكون المبتدأ دائما معرفة ويأتي في بداية الجملة غير مسبوق بكلمة، أي أن هذا المبتدأ يكون له الصدارة في الجملة، مثال: الرسول مجاهد في سبيل الله. أما الخبر فهو يأتي ليخبر عن المبتدأ وبه يكمل أو يتمم معنى الجملة، فالخبر هو الذي يتمم معنى الجملة، ودائما ما يكون هذا الخبر نكرة. ماذا يحدث إذا سبق المبتدأ بكلمة، أي أنه فقد الصدارة في الجملة؟ فهذه الحالة لا يعرب هذا المبتدأ مبتدأ، ولكنه يعرب حسب وقوعه، مثال: كان الرسول مجاهدا في سبيل الله. فالرسول هنا جاءت اسم كان مرفوع بالضمة. مثال الثاني: إن الرسول مجاهد في سبيل الله، فكلمة الرسول جاءت اسم إن منصوب بالفتحة. إذن يفقد المبتدأ موقع الصدارة إذا سبق بفعل ناسخ وهم كان أو إحدى أخواتها، أو بحرف ناسخ وهم إن أو إحدى أخواتها. قد سبق وأن تحدثنا عن كان أخواتها، أما اليوم فسوف نتحدث عن إن وأخواتها. من هم إن وأخواتها؟ هم إن، أن، كأن، لعل، لكن، ليت. هم إن، أن، كأن، لعل، لكن، ليت. هذه هي الأحرف الناسخة التي تدخل على الجملة الإسمية. مثال: السيارة جميلة. والسيارة هنا إعرابها مبتدأ مرفوع علامة رفعية الضمة الظاهرة على آخره لأنها مفرد، جميلة خبر مرفوع علامة رفعه الضمة وهو خبر المبتدأ. عند دخول الحرف الناسخ عليها تصبح الجملة هكذا: إن السيارة جميلة. إن السيارة جميلة، إن حرف ناسخ، السيارة اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، جميلة خبر للحرف الناسخ، يبقى إذن كلمة جميلة جاءت خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. إذن عند دخول الأحرف الناسخة على الجملة الإسمية فيتحول المبتدأ لاسم لهذه الأحرف منصوبة، والخبر يظل مرفوعا ولكنه يصبح خبر لهذه الأحرف الناسخة وليس خبرا للمبتدأ كما كان في بداية الجملة. لاحظ عند دخول هذه الأحرف الناسخة على الجملة الإسمية فقد نسخت عمل هذه الجملة، بمعنى أن المبتدأ أصبح اسم إن أو إحدى أخواتها منصوبا، أما الخبر وأصبح خبر إن واحدة أخواتها مرفوعا. بعد أن تعرفنا عمل إن وأخواتها،
لابد أن نتعرف ماذا تفيد هذه الأحرف. إن وأن هي أحرف تفيد التوكيد، مثال قوله تعالى: وإن ربك لذو مغفرة للناس، ومثال لأن قوله تعالى: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. أما مثال لكأن وهي التي تفيد التشبيه قوله تعالى: طلعها كأنه رؤوس الشياطين. أما لكن فهي تفيد الاستدراك، مثال قوله تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. أما ليت فهي حرف يفيد التمني، مثال قوله تعالى: قال يا ليت قومي يعلمون. أما الحرف الأخير من حروف النسخ وهو العلة، هو حرف يفيد الترجي، مثال قوله تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. صدق الله العظيم. إذن فهذه هي الأحرف الناسخة، وهذا عملها، وهذا ما تفيده تلك الأحرف. هل يأتي خبر إن أو إحدى أخواتها مقدما على اسمها؟ الإجابة نعم، يتقدم خبر إن واحدة أخواتها على اسمها وجوبا إذا كان هذا الخبر شبه الجملة وكان اسمها نكرة، مثال: لعل في الإسحار بركة. لعل حرف ناسخ، في حرف جر لا محل له من الإعراب، الإسحار اسم مجرور بفي وعلامة جر الكسرة، وشبه الجملة في الإسحار في محل رفع خبر لعل مقدم، بركة اسم لعل مؤخر منصوب وعلامة نصبه الفتح. مثال في القرآن قوله تعالى: إن فيها قوما جبارين. إن حرف ناسخ، فيها جار ومجرور، شبه الجملة فيها في محل رفع خبر إن مقدم، وقوما اسم إن مؤخر منصوب وعلامة نصبه الفتحة. هذا يحدث عند دخول ماء الكافة على إن وإحدى أخواتها. إذا اقترنت إن أو إحدى أخواتها بماء الكافة عن العمل ألغت عملها، وأعرب ما بعدها مبتدأ وخبر للمبتدأ، ويسمى الأسلوب حينها بأسلوب حصر، مثال قوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. إنما إن حرف ناسخ من أخوات إن، وهو حرف يفيد التوكيد، وما زائدة كافة، ويمكن إعرابها بإنما هي كافة ومقوفة. المؤمنون مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم، أخوة خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. إذن عند دخول ماء الكافة على إن وإحدى أخواتها فإنها تلغي عملها في نسخ عمل الجملة الإسمية، ويصير ما بعدها مبتدأ وخبر. ماذا يحدث عند اتصال الضمير بإن وإحدى أخواتها؟ إذا اتصل الضمير بإن وإحدى أخواتها فإنه يعرب اسما لها، فيكون إعرابه بأنه ضمير متصل مبني في محل نصب إن وإحدى أخواتها، مثال: إنه رجل عادل. فالهاء في إنه فهو ضمير يعرب ضمير متصل مبني في محل نصب اسم إن، ورجل خبر إن مرفوع علامة رفعه الضم الظاهرة. مثال آخر: قدمت لك يد العون لكنك مقصر. فالكاف في لكنك أيضا تعرب أنها ضمير متصل مبني.